هيدا بلد يسكن قلوبنا جميعا، الشاعر رضا العاصي. رضا العاصي صحفية وشاعرة فلسطينية حاصلة على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي وبكالوريوس في الإعلام، دبلوم في التصوير الفوتوغرافي ومساعد إخراج فيلم وثائقي، وعدة برامج إذاعية وتلفزيونية لعدد من القنوات الإعلامية في دبي، صحفية لعدد من المؤسسات الإعلامية العربية مثل جريدة الخليج والشرق الأوسط والحياة وغيرها، مستشارة إعلامية لعدد من المؤسسات الثقافية الإماراتية، شاركت في العديد من الورش السينمائية والمسرحية في دمشق والإمارات العربية المتحدة، عضو لجنة إعلامية وتنظيمية في العديد من المهرجانات الثقافية، منها مهرجان الإمارات الثقافي الأول في دبي ومنتدى المرأة والإعلام في أبوظبي، مهرجان دمشق السينمائي، مهرجان دمشق المسرحي، أيام الشارقة المسرحية. لها ديوان صادر عن دار موزاييك بعنوان تمرين على النباح، وهو قيد الترجمة إلى الفرنسية وإلى اليونانية. لها ديوان قيد الطباعة تحت عنوان مقام النام، ترجمت نصوصها إلى الفرنسية والإنجليزية والألمانية والفلامنشية والبلغارية والإيطالية، ما شاء الله، وطبعت في عدد من الأنطولوجيات العالمية. شاركت في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية العالمية في أوروبا والعالم العربي، منها مهرجان بازل العالمي للآداب واليوم العالمي للشعر في قصر الأمم المتحدة ومهرجان الشعر في بلجيكا والمهرجان العالمي للثقافة في دبي وغيرها. نشرت الكثير من النصوص في عدد من المنابر الإعلامية. شكرا لك. لو كان عديم الشبهة هذا العواء لقلت هذه أسماء صالحة للمرايا، وأرخيت نظرة في حضن الفراغ أو إلى أبعد، وعرفت عن ظهر قلب هطال نأمة ولم تنتبه أي احتمال، إذ ما يرسم الظل رجفة بين المسار والمغفرة، كأنك أوسع من مهل ومن خفة، ماض إلى اندلاعك في التردد من قوة في المسافة تعبر. أكنت حقا على العتبة مستندا إلى التلفت
لو تركت مما بقي شيئا بين الصيحة واهتزازك. لأضأت نواياي وشددت إلي ظلي ليتسع الفراغ. نحن رعاة الخوف نخرج من أمنية القمح إلى نار الطاعون والخبز دعاء. نحن رعاة أول العمر نصحب فجر الحرب إلى سهول أسمائنا بأصابع صريحة تعرف الأمهات الكتف الذراع الشعر الحبال لون القميص والحلم. لا نخاف نسياننا بعد كل حرب يأتي الشهود يخرجون أجسادنا من سر عزلتها براهين على العشب الذي علا. من بعيد يصوبون عتمتهم علي وأمي تزغرد مصابيحا لأرى إخوتي خلف المعابر يكسرون صحني. وقد قال أبي لا تأكل من صحن طير فالناس للناس والكتف تحمل حسن الخشب. يا أبي لا وقت في خزينة يدي وأصدق إخوتي يروجون للمسافة ويضربون من فوق ومن تحت بيتي بحجر الصمت لكنهم لم يصلوا. يا أبي ها أنا ألمع فكرتي لعل داخلي يتكسر ويترك أخوتي قربة ماء أو آثار خطى نحو جنازتي. لو من الطين لي إخوة لصار دمي آسا أو لي من البنات حصا لبنيت شواهدا لملح أمي. لو ظنا بعشر أصابع يتبع أثر سيرتي على سرتي لتصدق ابنتي أن لي أما حليبها ناشف على رداء الحنين يقول أنا ينقصني اسمي لتدلني أمي علي. لو أن لي من الرجال واحد ينهض من وتر فالت وأحب النشاز لقلت للهزيمة مري لك 40 بابا ويد من غبار. خلف ركام اسمي مدينة تصلي بنصف نعل وحرس يتعد عزلة تؤوب لقلب صريح كمسافة ولفتة على شرفة من كثافة الفراغ لا أراها. لو أن لي جسدا يؤجل حروبه علي أو لي أتباعا يلملمون ما يؤكل من كتفي لقلت أنا خليلة الذئب والصحاب مجاز. 40 حربا وجسد واحد سيكثر العابرون وتقل الخطى تشد على أصابعي رجفة لم يصبني لون الحب برصاصة طائشة كأن ظلي أبيض كأني أربي أكتاف الجيران ليحملوا جثتي. لك نشأتي وشيبي وما ختم على فمي من وعود وهشاشة التمنع. لك امتداد أسبابي
وأنت تجفل من نحولة الظلال، مستريبة من خطى ترتب الاحتمالات. لو يردك حماة الحجب كيف لم تنتبه لوضع خطاي؟ تجيء من باب العتاب، تمر قرب أفولك، تكسر ورق أيلول ثم تبتعد. وروح العشب والفخار حتى يمر الليل يأخذ كل ضمامه، أختفي بين يديك ويفوتني فجر وصبح أناديك. ولو أخرتك سجاجيد الحبق لو مرة في كل هذا الغياب تأخذني أسيرا ويدنو مثل صوت الناي عمري وأموت خلصا.